السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد بتحدي جديد، بس هالمرة التحدي بالمألوف. شد السيارة. هلا اللي بده يخسر بده يشدوا السيارة الشباب. طبعا ما حسنا الركبة من قدام لأنه ما لها حلقة من قدام. الحلقة ما لقيناها ضايعة، واليوم أحد ومسكرين، لهيك بدنا نروح اليوم على الفاضي. بدنا يسحبوها لورا. بدنا يسحبوها لورا. برجوك. وإذا واحد هلا كل نقطة لها 50 ليرة، نقطة 50، نقطة 100، نقطة 150. البغدر بسحبها، واللي بخسر بده يشيلني على ظهره وأنا أوجهه بالحبلة لأنه هني حابين هذا الدور. طيب بما أنه هيك صار فيها الخسارة، اللي بده يربح بدك تنقص له من مصاري حق الشاشة. مشي برجع له من مصراته، وعلى كل هي هيك. تفاني. ماشي تفاني. أصدقائي ملاحظة، في هلا حاطين نحن كل ثلاث فشخات علامة، وكل علامة توصل لك 100 ليرة. ثلاث علامات 300 ليرة. سواني كل علامة، أول وحدة 50، ثاني وحدة 100، ثالث وحدة 150. تنتين ثلاثة. بحياتنا ما فينا نمشية. هلا رايحين نربط السيارة. هاي حبلة قصيرة. في واحدة تربط. ما يبدي تنكسر. عم يضربوا الأرض ما بيدخلوا هيك. عم أعمل كم هيك. السيارة هلا ما بتنسحب وهي ملانة، مشان لا تكر أو يصير شيء، أو يدي يبرق ورا الدركسيون. لا ما راح أبرق ورا، بدي شغلة ولا شيء. بدي شغلة وينزل. أصدقائي والله حاليا أنا راح أبلش. خليه يبلش عشان يفوت لنا ياخر، لا شوف حضلاته لا ولا يوصل. فضيلة حمودي ورجيهم ان السيارة فاضية. السيارة بس انه شغالة، السيارة ما فيها حدا. يلا عدنان. حمودي يلا يا عدنان. يلا واحد اثنين ثلاثة روح. جد 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 هاي اول وحدة، اول وحدة، اول وحدة. يلا وانت عدوني. يلا اول وحدة ابو محمود. اول ثانية وانت ابو محمود. ايه يلا. ايه ثانية بلد. يلا بلد. يلا عيب. يلا عدنا. يلا يا حيب. والله لك يا هكار، والله بدك توقع عندي انا شايف يا حيب. يا حيب سحبة سحبة. يلا حاج حاج ستوب ستوب ستوب. فرجيني يا تيجي ان السيارة فاضية. تعطى ورجيه ما في حدا. حاج 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 لا تخبط لي بالحيط. حاج حاج حاج. اه يا ربي الله حسيت بشعور الحصان. هلا لا تقرب. هلا 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 هلا. لا يا حل، بدي انزلكم من حق الشاشه. حلو. وفي حال ما نزلت ما احسن توصل لعند عدنان. بدي الاقي لك دوباره هلا اعصمك فيها وبدك تنزل هلا. شيلني لي انا خفيف. ما في مشكله. طيب حمودي حط ايديك مش تصوير. استنى هيك قمطنا يعني. ايه طب ماشي انا بضل بس حفله. تعال لا بس نقطع المسافه اللي بدي اياها. انا بجوز اطف عدنان. طب لا ما في مشكله. روح حطينا السياره. روح مالك فضي. لا فضي يلا بكربو. يلا لك نحن وحوشك بعدون ولا ترضى. ماشي غير ركز غير ركز. ماشي لا ترضى بعدون. ستوب. طب لا طلع 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 دور في يوم بالعكس. حمودي بالعكس كويس. طيب ستوب حمودي وقف. طيب ستوب اعطيها فرين يا جماعة. العادي انا عندي دواب وما لي خلاص. لا يا اخوان بقول لك نحن وحوشك. يلا فضي حمودي اكثر في يوم بالعكس. بالعكس بالعكس. سيارتك كيفه؟ والله يا زلمه علكه بربي علكه. طلع 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 والله علكه. اربع صبيح لعمانه كنت هيك الهمه. هلا بدي اسوي لكم نسر الكتابي. اللي بده يخسر بده يشيل الثاني من هون لعند الاكياس. شيل على الكتاب. طبعا على الكتاب. وبده يحط الحبله على رقبته ويعمل له طريقة الهيئة. بس هلا انا عندي شغله صغيره. ايه هات لنا مسافه هون شوي. ايه سوف شوي. لك 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 لك
وهاي الصورة بنقول بنعتبرها نسر. حلو؟ حلو. يلا. خلينا نشوف. يلا قول قول. تابع نسر. واحد لاتاسة ورا. قرب حمودي ادرا. يا تابي شيني يا محمد قبلان اول مره لا تحسب. طيب طيب يلا افكرمو بعد له صور على الارقام ودي نسر. يس تعادل هلا بعد ما تبينوا. قرب تابي شيني يلا ضايع عدنا. هذي حالي ظلمته. هذي حالي عملها النهايه. ما تظلموا عملها النهايه اخر مرة. طيب حسه طلع راح يبكي. ظلمته. ما في نهاية. لا ليش ابكي؟ فك الحبلة بس بدك تدفع معي انا. ايه بساعدك. يلا لا ده خليه يحط الحبل تحت باطه. تحت باطك يوب. ايوه يلا بابا خليه هيك احس شعور حلو. طب انا دايشة فك. انا بلدت الحبلة ليش يحصل؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا بالضبط حبيبي. يلا حمودي صوروا والله الله يا جماعة اخذتوا هلا ام تشوتشو. بدك تاخذ هلا على التوب. اعطوني الحبل. اعطوني الحبل. وجهه اسبوع لحمودي. هاي السيارة اسبوع مر غبي. دور عم تشوتشو انزلك هون. لا روح عم تشوتشو. روح لهيك. لوين لارو يمين يسار؟ ارقد. لا ارقد ارقد. لوين؟ وصلنا عندك يا اصحاب. على البيت ارقد. والله شو؟ يمين روح بلف يسار. وي قدام. لوين قدام يا ظالم؟ قدام. حمودي صور. ليش الله خلقنا السيارة؟ على روح. هاي خسارتك طلع. هيك صار حكي. هاي يا ابني. لقيل لازمني صدق ذكرى الصداقة يظل على الباب وشكل يوسف صديق بقلبي مرسوم تدور. خلي بابا دوري اجرب شعور حلو. والله انا تحيش ما بطالع معي. عدنان طلع عندي عدنان. كيف بابا؟ حبلي بعد له اصدقائي لحديت الله خلص التحدي والفوز. انا ربحت صالحه هالمره وطلعت عليه حصان. بالله اذا يا ام كرمه بدك تقول لي ايش شعورك بعد ما جريت السياره بقوه. ايش شعورك؟ بس والله يعني صار فيها مثل انه خيار فقوس الشغله. لا 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 يا ام كرمه هلا كلن يلا خير بغيره. بس انا شعوري كثير حلو يعني عن جد. الحصان احلى من السياره. اصدقائي وصلنا النادي الجايز. عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك وتفعل زر الجرس. استنونا بتحديات اقوى من هاي. سلام سلام.